السلام عليكم اخوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على محمد. صح، اول حاجه قبل ان نبداو اللي معنا موتور سيزيكي، رغم ما هذا ما عندي قدام السنه ما حبش نخدمها، ما حبش الخدمه تاعها. الدورو موتور سيزيكي تاع الطو لاني تاعها في من كراز، انه المشكل اللي فيها انه موراها دار لها ريفيزيون، هي تنوض لاباس عليها. الموتور يدور مليح كل شيء، موراها دار لها ريفيزيون. ريفيزيون اللي دارها ماهيش ريفيزيون تاع الناس اللي تبدل لي ساكمون واحد، ولا يبدل لك بيستون ساكمون ويقفل لك ويقول لك انا درت ريفيزيون. يبا كيما نوضها قاعدة تدخن كيما راهي، برك يبان هذاك السنيور تسخن شوية نعطيكم الدخنة تاعها كيما زين. هاي لورا كاينة دخنة جي أخرى، شوف الدخنة كيفاه. توكل الزيت شي من العجب، موتور يدور ربي يبارك مليح، لا تعني ما نقول فيه. وشنو راهي بخارة تاع واحد تاع الزيت، الدخنة راهي بزاف، طفاها بما تسخنش. هذه الناس اللي نحكي لها اللي يقول لك انا بدلت لي ساغمون فقدت كل الزيت، انا بدلت لي بيستون لي ساغمون فقدت كل الزيت. هذه خدمه كامله راهي ما تصلحش، كون هي برشا البلوك ويعدي للتورنر راهي خدمه ما تصلحش. قادره تحكم لك 3 شهور، قادره تحكم لك 4 شهور، قادره تحكم لك 6 شهور انت والمشي، قادره تحكم لك حتى عام. كون يعودوا لي شيميز ماهمش طايحين بزاف، بصح دو بريفيرونس يهود البلوك يتكيل عند التورنر يتعاودوا لي شيميز تاعو، باسكو البيستون تاع دروكا كي تعاود لي ساغمون، لي ساغمون وين يمشيو؟ يمشيو في وسط الشيميزه، الشيميزه مش راح تطيح ويطيحوا لي ساغمون ويطيحوا البيستون، امبوسيبل. الحديد راهو ياكل في بعضها، بعد في ثلاثة حوايج يمشيو في بعضها، بيستون يحلوا لاكورج تاع لي بيستون، لي ساغمون يحلوا لاكورج تاع لي بيستون، و ميم طون ياكلوا في الشيميزه. هما ولا يديروا لي ساغمون باه يتحلوا ويتقفلوا. يتقفلوا في الشيميزه باك يتحلوا يقفلوا على الشيميزه اون كو توسع شويه يزيدوا يوسعوا هما باه يقعدوا ديما قافلين، بس عندهم سيرتان طون يولي من يتحل الساكمون خلاص يولي ما ينجمش يقفل على الزيت في الشيميزه، يتحل ويقافل. انا باغ اكزومبل كان على الاول هك يولي من بعد يتحل شويه، نعطيك ديزيام دي مليمتر، هذه نعطيك ليكزومبل في صبعي، يولي يتحل شويه يتحل شويه في البلاصه هذه، بعد يولي يبينيتري الزيت يطلع ساكمون فوق ساكمون يطلع سيبو حتى يولي يوصل في لي بوجي ويولي يتحرق. راح نحلوها باذن الله، وكي نهبطوا البلوك نقول لكم ان شاء الله واش لقيت اون بليس حوايج. لا لا ربي يبارك، هي موتور هاني نشوف فيه يضر مليح ربي يبارك. عندنا دركا لازم يهبط لاكيلاس، يهبط البلوك ويعدي عند التورنور يتبدلوا لي بيستون بهم بلي ساكمون. في البروكان بعد نشوفوه مع لي كوسيني واش من كود راهو، والتورنر هو اللي يقول لنا دركا اسكو نعاودو ولا ما نعاودوش كي كيلو بالكومباراتور وبالبالمير تاعو. هذه خدمة تاع بريسيزيون تاع تور، فهمت. والميكانيسيان اللي يقول لك انا شفته بعيني مليح راهو يكذب، ما كانش واحد يعرفه بعينه، التورنر وما ينجمش يعرفه بعينه، لازم يحط فيه كومباراتور باه يعرف البلوك ولا يعرف الفيل بروكان، هذه مفروغ منها. دركا ان شاء الله نحلوها ونعطي لكم ان شاء الله واش زدت لقيت حوايج اخرين ان شاء الله كي نزيدو نلقاو. شوف اخواتي كي نحيط لاكيلاس كيف الزيت فوق لي بيستون، دوك نشعلو الضو. شوف الزيت حي فوق البيستون طول، البلوك طايح طايح بزاف، لي بيستون مجدد. حبيت نعطيكم معلومة بركة في هدية، جوانت كيلاس تاعها ونجمو نركبوه مقلب، ركبوه مقلب وشنو هو يعمل مشكلة. لا بوزيسيون تاعو الصحيحة هاو ترو تاع الكريساج هذا يجيب النحاسة، هذا ترو تاع الكريساج هذا الكريسر اللي باه يطلع الزيت لاكيلاس لربراكام يجيب النحاس يجي لهنا. نجمو جوانت كيلاس نركبوه مقلب باغ اكزومبل، ركبوه هك اللي ما يتولاش اللي ترو يشوفو يقولك يركب نورمال، يركب نورمال ما يطلعش الزيت لاكيلاس لهنا، كون واحد ما يتولاش. هذه باه الواحد يكون على علم برك
ماشي اروح وركب الجوانت كيلاس تاع الالتو. تاع الالتو راه واعر عنده بوزيسيون وحده، هو نورمالمون كي يعودوا كاينين لي جيد كيما هك هما نخافوش، باسكو الجوانت كيلاس يجي عنده لي تروت على جيد تاع واسعين كيما هذه، كي ما يكونش فيه الجيد ينجم يغلط الانسان. هذا هو. دروك نكملوا نحلوا الكارتير من تحت، نخرجوا لي بيستون الى من بعد نشوفوا مع التورنر. لا نجحوا لي بيستون ثم يعاود غير لي شيميز برك، الا ما نجحوش ثم يروح في شيميز بيستون ساقمون، هما لي ساقمون يتعاودوا يتعاودوا ما فيهاش، لازم يتعاودوا لي ساقمون. شوف من بعد ما لي بيستون برك مع التورنر كي ينكيلوهم ان شاء الله. شوفوا كي نحط ديمارر واش لقيت، ما فهمتش درك تخصها حاجه لهنا، بلوك خاطي تجي كيما كار التون سيتها عندي قدام سنه ما حليتهاش. المهم يخص بولون لهنا ونورمالمون بولون سي لهنايا، درك هما دار الفيد هكا ما فهمتش علاه الفيد نسيتو. انا يخص بولون دوز درك لازم يتنحى السيبور هذا باش نجمو نجبدو البلوك، ولا هذه لي ميكانيسيان ما يحبش يكمل يدير ريفيزيون تاع الالتو، ينحي البيستون يبدلهم وسلام، ويبدل لي ساغمون ويقول لك سي بون، باسكو فيها خدمة كبيرة وتعذب شوية باه تحلها الالتو، فيها عذاب نحل اطاس ولا نحل شفرولي اندوسيس في ما نحلش الالتو، فيها عذاب سوا. المهم دوك نكملوا نحيو من بعد نشوفوا واش كاين ان شاء الله. بعد ما حليتو خاوتي شوفوا لي بيستون كيفاه مجروحين، شوف مجروحين ويلعبوا في الشميزه، اما كل كيما هاك مجروحين. شوفوا كيفاه مجروحين اللي ريري فيهم، هذه كل احتكاك مع الشميزه. نحيت كعبه ساقمه وحطيتها في وسط الشميزه، شوفوا الاسباس قد ما كاين، راهو كبيره خلاص الاسباس. هادو ديجا ما عنباليش واش ماركه لي بيستون هادوما، ما عندهم حتى ماركه فيهم غير ان فلاش. شوف شوف لي سباس قدامه، هذا لي سباس يفوت الزيت لي لارجومون، هذا لي سباس تبع الوحده الساقمو يخش يلعب في الشميزه. دونك لي بيستون قلت لكم فيهم حتى ماركه اهم، فيهم غير فلاش، راهم مجروحين الكل، يروح البلوك عند التور ان شاء الله، ولي بيستون يتعودوا بهم بلي ساقمون بلي كوسيني، بربي ان شاء الله بتطلع الطوموبيل لاباس عليها. هذا هو الفيبريكار راهو معدي 0.25، هاو وينو معدي 0.25. بعد نعطيكم واش كاين كل شيء جديد، واش عدى في البركان، واش عدى البلوك، واش كان، واش عدى بربي ان شاء الله بعد ما نديوها عند التورنور ويكيل هنا ان شاء الله. هذا هو، نتلاقاو ان شاء الله في الدوزيام بارتي باذن الله، والسلام عليكم. خاوتي البلوك تاع الماروتي عاودناه اس تي دي، عاود طلع اس تي دي باسكو كان 50، ما نجمش يزيد يعدي كود اخر، لازم يعاود تشيميزه تشيميزه اس تي دي. تشوفوا خدمة ربي يبارك تاع التورنور، خدمة نظيفة، خدمة ملاحة، الكلاصاج يبان فيه. دروك نجبد جبنا عليه بيستون في الأسان بهم بلي كوسيني، دروك نجبد لكم ساقمون ونعطي لكم لا ديفيرونس أونتر الساقمون اللي كان فيها والساقمون هذا وعلى لافيرميتير تاعو. ها الساقمون نحيته من البيستون، دروك نروح نحطو بعد معاكم انتوما، مازلت حتى ما شفتوش كيفاه زيو. شوفوا لوفرتير قدامه، إذا مازلت ما حطيتوش قد قد، شوفوا لوفرتير ما تبانش خلاص، شوفوا فاهم، ما تبانش خلاص هكا، راهو مليح ما يطلعش الزيت، ها، شتاو لوفرتير، ما تبانش خلاص، مش كيما اللي كانت قبل كيما كي حليت، ولكن شفتها كيفاه لوفرتير اللي كانت فيه. دروك نمونشيو مش نمونشيو نركبهم باسكو بلي سيركليت لي بيستون تاعها نركبهم الكل ونحطهم باذن الله في البلوك. بقى اشكال تاع الفيلبروكان خاوتي نسيت باه نقول لكم عليه، الاشكال تاع الفيلبروكان اللي عقبو الاول 0.25
راح حطوا في الماشينة وين حكموا وين يمشي جوان سبي تم فسدوا شوية ولا شغل معدود الحديد معدود تم دونك جوان سبي وكما كان بعد اللي فيها يوضر الزيت جوان سبي اللي تحطه جهة الفولوموتير من هنا جهة الفولوموتير جوان سبي اللي يتحط يخرج يوضر الزيت ما يطولش والعضه هذيك اللي في الفيلبركان الجرحه تاع الحديد اللي في الفيلبركان تاكل الجوان سبي في ساعه مع الدوره تاع الموتور تاكل الجوان سبي في ساعه يولي يخرج الزيت دونك واش رايحين نديروا هنا هو جوان سبي تاعها 60 80 رايحين نفركتو على 59 80 ابري باسكو مازال خليت مولاها راهي يشوف على جوان سبي اليوم بربي ان شاء الله واش كاين باسكو البارح وين جاب لي البلوك وجاب الفيلبركان من عند تورنر وشنو هو قلت له انا ما نركبوش الفيلبركان هذاك هكاك باسكو راح يخرج يوضر لك الزيت من جهه الفولوموتير مش حتى جهه لاشين ولا حاجه جهه الفولوموتير صعيب باه يتبدل نهار اخر جوان سبي ولا باه يتخدم دونك مادام درك الفيلبركان في الارض راح نعقبوه سا ديبون درك جوان سبي اللي راح يلقاه 59 ولا 58 بار 80 لتما نديوه للتورنر ونعقبوه الديامتر هذاك بعد يعقبوه لنا التورنر باه ينحينا الجرح اللي في الفيلبركان باذن الله هذا كون جا لهنا في البركاد كنا نعطيه لكم درك انا بقى لي غير نونشي برك نركب لي بيستون في لي بياد و ميم طون نركب لهنا في واش اسمه في البلوك يبقى لي في البركان كيجي نركب لي كوسيني تاعنا وعندها 50 في البركان وهذا هو درك معاود طلع اس تي دي هذا هو ونعطيكم جديد ان شاء الله واش كاين واش ما كانش يجي نركب ان شاء الله عليكم السلام البيستون بنات هولكم او اس تي دي ديامتر 68 تاعها 46 68.5 دخلت بالدم خليت هذايا شويه طلع شوفوا كاش ما تبان لوفرتير تاع السيغمون ولا السيغمون كاش ما يبان يعني مليح ولا مالغري مشو داخل مليح يعودوا يجريو مليح تريتي بيان وهذه اللي تشوفوا فيها لهنا يخطي لوفرتير هذي اما تجيش لوفرتير مع لاكس طرف واحد لهنا طرف كشمو طرف تاع غبرة حاجة كحلة بركة تما اللي دارت لوفرتير مش هتم ما نحطهاش في اللاكس خلاص ما تجيش لوفرتير في اللاكس او كون نجيب الريح نضربها بالريح دوك تتنحى بعد كي نطلعو بربي ان شاء الله نضربوه بالريح ومازال ما يطواياش تاعو نعطيوه بالريح كي نكملو كي نحطوه في الطوموبيل بعد ما نجيو نركبو لاكيراس ان شاء الله هذا هو عطيتكم دروكا كيفاه دخلوا لي بيستون تبيا يمشيو مليح قلنا كي يجيب لي في البركا ان شاء الله نركبوا لي كوسينو ونركبوا هو ان شاء الله لي في البركا هنا الكود هذا كي نحبوا نعرفوا البرودوي تاعنا اسام حر ولا مش حر دوك نعطيكم بعد باذن الله في الميكرو كيفاه نجبدوه حر ولا مش حر هذا وكما وعدت كما خوتي جينا برك الميكرو نروحوا انا جوجل تاعي مش مليح خرج لي ايرور نروحوا اي وتر كونيكسيون ني با بريفي تاع جوجل نروحوا لموزيلا كبرك عندي ابل بون قلت لكم نجيو نحلو بالفيرفوكس نجيو لأسام جرمانية اللي ما كانش نكتبوها كي نحبو أسام هاي أسام تخرج لهنا ديريكت مع الجرمانية وصلها تجيني الدولة أخشو فيها بعد أعطيني هنا لتحت كاين لهنا سيكوريتي نجي سيكوريتي هذه انا نعمل لوكاليزاسيون نروحو لتحت لتحت دوك نجيو لهنا وين كاين الشاك هاذيا ندخلو الكود تاعنا اللي لقيناه في الوحدة يخرج لنا النيميرو تاع لي في البطا 401 402 هذاك و الديامتر تاع لي كوسيني قداه 50 ولا 25 ولا الواحد دروك ندخلو الكود بون سي اي غريك اي ا سي راني دخلت ديجا قبل هو فوالا هذا هو بعد اللي كنت تشوفوا فيه في الواحد ندخلوه سي
هك يدخل ونعطيوه الشيك وش يخرج لنا؟ يخرج لنا الواحد لو كود ايفاليد، يخرج لنا الفير لهنا ويعطيك لادات دو فيريفيكاسيون ونمبر دو فيريفيكاسيون والنيميرو ها هو تاع 401 402 50 اللي لقاوه في البطاطا الارتيكل تاع البرودوي تاعنا. بعد هذا كيف نفيريفيو اسك حرة ولا مش حرة الاسم، كي تعود البطاطا مش محلله باه نكونوا متفاهمين. هذا هو.